والمطعم والمشرب. إذن البوابة الأولى قلنا اللسان، والثانية العين، والثالثة الأذن. الأذن شوف كيف صار معنى استهتار الآن، استخفاف كما يقول سماحة الشيخ، يقول محرمات استهان بها الناس، صارت المعازف هذه يقول عادي عادي ترى أنا أسمع أخبار، أنا أتابع مقطع يعني تعريفي عن اليورانيوم. وبدأنا نستخف ودفعنا ثمن ذلك غاليا من قلوبنا. ليش قلبي ما يحضر في الصلاة؟ سأل نفسك، هل أصبحت تبالي بما تسمع؟ هل أصبحت تبالي بما تنظر؟ لذلك سأل نفسك، لماذا لا يحضر قلبك عندما تذكر الله؟ لماذا قفت عيناك؟ متى آخر مرة بكيت من الشوق شوق لله؟ متى آخر مرة بكيت شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى آخر مرة أرقت ما جاك نوم مشتاق إلى الجنة؟ متى آخر مرة؟ ويقول لا الأمور طيبة. سألوا كيف الأحوال؟ قال الأمور طيبة. الأمور طيبة من؟ الأمور طيبة من؟ وعينك جامدة، عينك جامدة من خشية الله، قلبك قاسي لا يحضر في صلاة، ما تشفق على نفسك يا رجل؟ ما تخشى أنك تموت على هذا الحال؟ متى آخر سجدة حضر فيها قلبك؟ إلى متى هذا اللهث وراء الدنيا؟ ما سببه؟ سببه في القلب، القلب مريض سقيم. إذن اللسان والعين الأذن. على ذكر الأذن أذكر شخصا في يوم من الأيام يخبرني بنفسه، يقول في يوم من الأيام في فترة الظهيرة، يقول كنت أتابع في اليوتيوب أخبار، وبعدين قمت أشوف مقاطع من هنا ومن هنا، يقول كنت أتحفظ حسب كلامي، يقول كنت أتحفظ بحيث أني أي مقطع فيه موسيقى أو فيه معازف أحاول أخفض الصوت، صوت الموسيقى وأنا كاره. يقول بعد ذلك غلقت اليوتيوب وقلت أشغل سورة الأنبياء، أراجع سورة الأنبياء، وشغلت سورة الأنبياء أستمع إلى أن غلبتني عيني ونمت. يقول فجأة انتبهت من النوم والقارئ يقرأ آخر آية من سورة الأنبياء، قل إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل يعني الاستيقاظ كان فجأة وكأن ثوب خلع، والآية مباشرة في أذني بكل وضوح أسمعها، قل إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. يقول سبحان الله، لكن قل يمكن هذه مصادفة. يقول نمت، فلما نمت يقول رأيت في المنام أذني تتقيأ. هل رأيتم في حياتكم أذن زوع؟ يقول رأيتها تتقيأ. شوف هذا اللي نستهين بوحنا، عادي عادي كل الناس تسمع، كل الناس، أكثر الناس ولو حرصت ليسوا بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. هذه حقيقة رغم أنها مرة لكنها حقيقة. أكثر الناس لا حاجة لهم في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس ليسوا قادين في البحث عن الجنة والفردوس، أكثر الناس ليسوا قادين. لذلك هذا الزمن زمن غربة، زمن وحشة. بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى لمن؟